أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من عقيدة أهل السنة والجماعة الولاء والبراء، فكيف نطبق هذه القاعدة في هذا الزمان؟ وكيف تكون موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين؟ وما حكم من عكس هذه القاعدة، أي والى الكافرين وعاد المؤمنين؟ أولا يجب عليكم أنكم تعرفون معنى الولاء والبراء، لأن يعني بعض الناس يفسر الولاء والبراء عن جهل، وعن وكل شيء عنده ولاء وكل شيء عنده براء. الولاء هو المحبة في القلوب والمناصرة لهم على المسلمين، هذه الموالاة المحرمة، محبتهم في القلوب ومناصرتهم على المسلمين، هذا الولاء للكفار. أما أنك تشتري منهم تبيع عليهم وتحسن إلى من لم يسئ إلى المسلمين بالمكافأة، هذا ليس من الولاء، هذا من تبادل المصالح، من تبادل المصالح، وليس هو من الولاء والبراء. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.